جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: لي أخت متزوجة من رجل دخله قليل وهو كثير الأولاد، وأحس بأن ظروفهم ضيقة ولا سيما من الناحية المادية، هل يجوز إخراج زكاة مالي أو زرعي لهم؟ وهل يجب أن أعرفهم بأن هذا من الزكاة، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أقول لهم ذلك، ربما يغضبون غضبا شديدا وبالتأكيد أكيد سيرفضوا أخذ تلك الزكاة رغم حاجتهم لها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، دفع الزكاة إلى أمك لا يجوز، لأن زكاة الإنسان لا تدفع إلى أصوله ولا إلى فروعه، يعني لا تدفع إلى آبائه وأمهاته وأجداده وجداته ولا إلى أولاده وأولاد أولاده. ثانيا، إذا دفعتها إلى زوج أمك لكونه فقيرا فلا مانع. زوج أخته يحفظكم الله. زوج أخته، نعم، أنا ظننت أنها أمه، لا أخته يحفظكم. يدفعها إلى الزوج، لا بأس، طيب يدفعها إلى الزوج، نعم، إذا تحقق من فقره فإنه يدفعها إلى الزوج لأنه هو الذي ينفق وهو عائل الأسرة، طيب. فإن ردها فليدفعها إلى آخر، يبلغها أنها زكاة، فإن ردها فليدفعها إلى بيت آخر، وإذا أراد أن يساعد أخته أو يساعد زوجها وهم لا يريدون الزكاة فإنه يساعدهم بغير الزكاة، وله في ذلك الأجر إن شاء الله. إذا لا يرى فضيلتكم مانعا من إخباره بأن المعطى هو الزكاة؟ لا، إذا كان يكره الزكاة ولا يريدها فإنه يخبره بذلك لئلا يظنها من باب التبرع أو من باب الهدية، يخبره بأنها زكاة، فإن قبلها الحمد لله، وإن ردها يعطيها لغيره، وبإمكانه أن يصله بغير الزكاة. جزاكم الله خيرا. ذلكم الذي يرفض الأخذ من الزكاة وهو في فقر كما وصفه صاحب الرسالة، هل لكم من كلمة له يحفظكم الله؟ إذا كان يستغني عنها ويريد التعفف عن الزكاة فله ذلك، أما إذا كان مضطرا ومحتاجا فإنه لا ينبغي له أن يرد الزكاة لأنه بحاجة إليها. نعم.